للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. يا رب، عند انتهاء أعمارنا نرجو أن نكون ممن أحسنوا وأصلحوا وأخلصوا. مهما طالت أعمارنا يا رب، وقتنا على الأرض دي محدود في نسيج كوني أعظم. ساعدنا يا الله على استغلال أوقاتنا فيما تحبه وترضاه، وامنحنا الحكمة لنترك بصمتنا ونحدث فرقا في حياة الآخرين. يا رب، يوم ضيعنا ساعاته ودقائقه فيما لا يفيد ده يوم وحش، فأعنا يا الله أن نستفيد من أوقاتنا باستفادة القصوى. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. وعارفين في رمضان الوقت بيمر كده في هدوء، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه اللي هو مفهوش زيارات كتير. فلما حد بيكلمني ويقول لي انت بتضيعي الوقت في ايه، بصراحة السؤال ده السؤال ده يعني بيضايقني جدا. والكل بيشتكي ان النهار طويل قوي قوي في رمضان، وعقارب الساعة زي السلاحف، وشباب وبنات صغيرين مش عارفين او يمكن متجاهلين حقيقة ان الوقت اللي بيمر ما بيرجعش تاني ابدا. الحياة في نظري ليها مكونين اساسيين، المية والوقت، ويمكن الاكسجين كمان، والهواء، المية والهواء والوقت. كل حاجة بنعملها محتاجة وقت. على فكرة حتى اللعب وكل الانشطة الغير منتجة اللي ملهاش اي قيمة برضو بتستهلك وقت. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما افناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. تخيلوا أول حاجة بنسأل عليها عن عمرنا. ضيعت عمرك في إيه؟ قضيت عمرك تعمل إيه؟ فموضوع الوقت ده موضوع خطير قوي، مش سهل كده. مسلمة من مسلمات الحياة اللي محدش يقدر يجادل فيها هو اننا بنكبر، وعمرنا ما بنتوقف عن الكبر حتى يداهمنا الموت. محدش فينا بيصغر، محدش فينا بيقف مكان، حتى اللي بيعملوا عمليات تجميل، حتى اللي بيعملوا رياضة، حتى اللي صحتهم زي الفل، كل يوم بنكبر عن اليوم اللي قبله وبنقرب خطوة للموت. بالنسبة لي الشباب اللي بيقعدوا ساعات طويلة قوي، وانا عملت كده يعني زي استبيان غير رسمي، وسألت تقريبا الناس اللي اعرفها، سواء سألت الابهات او الامهات او سألت الشباب نفسهم، بتقضوا كام ساعة تلعبوا فيديو جيمز؟ تخيلوا، انا مسكت الارقام وعملت لها كده تالي، في المتوسط 4 ساعات في اليوم. 4 ساعات في اليوم
بابا بيحكي لي بيقول لي ان هو وهو صغير كان بيحب يلعب كوره في الشارع، وانه كان بيقضي وقت طويل قوي 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 في لعب الكوره في الشارع. بس بعد ما فكر قال لي على فكره الوقت ده ما كانش ضايع، ده الوقت ده هو كان الوقت اللي بلعب فيه رياضه وحيده، هي دي كانت متعتي وانا صغير، هي دي كانت الرياضة الوحيدة اللي أنا بعملها، ما كانش في نوادي. قال لي أنا عرفت النوادي بعد كده على كبر وابتديت أتعلم ملاكمة وحاجات زي كده، لكن لعب الكورة ما كانش مضيعة للوقت. لكن الفيديو جيمز بقى تعالوا نفكر فيها، ما بتبنيش حاجة على فكرة. يمكن في شوية كلام كويس قريته عن الألعاب الاستراتيجية، لكن لما تبقى اللعبة كل اللي فيها قتل وضرب وان انت ان انت تدوس على الزراير في الكنترولر بتاعك بسرعة طخ 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 طخ، يبقى ايه الاستفادة؟ مفيش حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مين الناس دول اللي عندهم صحة وفراغ؟ الشباب، الشباب الصغير. انت عندك نعمتين كل الناس حاسدينك عليها وانت مش عارف قيمتهم، صحتك ووقتك الفاضي. لما بيبقى في بيت وفي شباب مراهقين بيبقى في يعني عبء كبير قوي على الاباء والامهات انهم يلاقوا انشطة تشغلهم في نهار رمضان. وللأسف من كلامي مع كتير من الأمهات لقيت إن لا 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 ده مش حاجة عويصة ولا حاجة، ده بالعكس ده حاجة سهلة جدا. سيبوا الولاد سهرانين طول الليل يلعبوا، خلوهم يناموا طول النهار، كده الأم بقى إيه، يا سلام أنا كده ريحت دماغي من زنهم وريحت دماغي من 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 نقار ومن القرف، ونظفت البيت وطبخت الاكل وغسلت المواعين وقعدت عملت اللي انا عايزاه، ضيعت وقت انا كمان. ومره يعني صديقه بتقول لي بتعملي ايه في الاجازه وفي الاوقات دي مع اولادك، فبقول لها عاملين جدول وبنعمل كذا وكذا وكذا، بتقول لي ايه ده ما تبحبحيها قوي كده، يعني ما تضايقيهاش كده، بحبحيها شوية، يعني ده هما يعني حتى لو لعبوا 3-4 ساعات ولا حاجة ده اليوم طويل 24 ساعة. قعدت فكرت كده قلت لا 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 لا، هو أنا عشان أريح نفسي من سنهم أضيعهم هما؟ لأن تضيع الوقت ده هو تضيع الحياة. ابن القيم قال جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، ومتى ضاع الوقت لم يستدرك. مصلحتك في إزاي هتستغل وقتك. وللأسف للأسف فكرت في الأسر والأمهات والأبهات اللي سمحوا لأولادهم في مراحل حرجة بتتشكل فيها شخصياتهم إنهم ما يقدروش قيمة الوقت، ويضيعوا ساعات النهار في النوم مع ان ده وقت العمل والسعي، ويقضوا ساعات الليل في اللعب او على الانترنت او اي حاجة ملهاش اي قيمة مضافة حقيقية في حياتهم. والانيل بقى يروحوا يقعدوا بالساعات على الكافيهات. استسهال الابهات والامهات في تعامل اولادهم مع الوقت آفة، آفة ابتلينا بيها وأنتجت شقاق كبير في الأسرة. الأب ما يعرفش حاجة عن ولاده، الأم ما تعرفش حاجة عن ولادها، ولما نتجمع مع بعض نتخانق مع بعض، وتلاقي شباب يعني في العشرينات عاطل بس قاعد على القهوة ما بيدورش على شغل، بلاش نكذب على بعض، قاعد يقضي ساعات في جمع محصول المزرعة السعيدة أو العيش في عالم افتراضي من المارينز، وبيعملوا عمليات عسكرية ومش عارف ايه، ويلبسوا حاجات ويجيب سكين جديد ويجيب ويبنز جديدة وحاجات، وهو عالم افتراضي أصلا، مع انه لو كان راح يمسح بلاط في محل كان استفاد احتكاك مع الناس،
شاف ازاي ممكن يتعامل مع الناس، كسب فلوس، اترقى شوية، يمكن يعرف يفهم الدنيا فيها ايه. بس السؤال هنا، طب احنا ليه بنضيع الوقت؟ وعلى فكرة انا لا استثني نفسي، انا كمان لقيت الإجابة في كتاب محمد شحاتة اللي هو إدارة الوقت بين التراث والمعاصر، كتاب قديم شوي. بيقول إيه؟ إن بعض الناس يستصغر تضييع ساعات قليلة، لكنه يغفل عن أن الساعات تتبعها ساعات، فتشكل أياما تضيع سدى جارفة أمامها العمر كله. شفتوا؟ بنبص كده، يا عم دول 10 دقايق، يا عم يعني ايه ساعة؟ هنقعد ساعة، لكن الساعة تجر ساعة ويبقوا يوم، واليوم يجر يوم ويبقوا سنة، والسنة تجر سنة ويبقى العمر كله. نرجع تاني لموضوع ليه بنضيع الوقت. في ابحاث كتيره قوي اتعملت، وانا بدرس في الماجستير اتعرضت لده، لما كنا بندرس ازاي نحفز الموظفين، ازاي نزود انتاجيه العمل، فكان في ابحاث معموله. ف يعني مؤخرا العمل للاسف فقد قيمه اللي هي كانوا الناس بيحسوا بيها زمان. زمان قوي قوي كانت لازم الناس تزرع عشان تاكل، ما هي لو ما زرعتش مش هتاكل. كان لازم الناس تشتغل عشان تاكل، كانت الناس بتشتغل اليوم بيومه زمان، صنايعية، عمال، حتى الموظفين يسموهم زمان المستخدمين اللي هم الموظفين الوايت كولر، لو ما اشتغلش مش هيعيش، لازم يقعد يشتغل. والشغل كان بيبتدي في سن صغير قوي، من سن 7 سنين مثلا بابايا كان بينزل يشتغل في كل عند كل اصحاب المهن اللي في الحي بتاعه. دلوقتي للاسف الشغل فقد كتير قوي من القيم دي، وفي ناس بتتكلم عنه انه بقى روتين ملوش معنى، وانه بقى حاجه يعني مزعجه جدا، ما بقالوش القيمه الاخلاقيه والاجتماعيه اللي كانت له زمان. في من فترة كده كان قصة، لكن بالبحث لقيتها أساسا مفبركة ومش حقيقية أصلا، إن واحد مات في المكتب وقعد 5 أيام محدش لاحظ إن هو ميت في الكيوب بتاعه، في الكورنر بتاعه، لكن اكتشفت بعد كده إن هي لأ، مش حقيقة خالص، وإن مفيش حد هيموت في الشغل ومحدش هيحس بيه. وللأسف بقى في مغالاة جامدة قوي مننا وتضخيم في التعب اللي بنعمله في الشغل والساعات اللي بنقضيها في الشغل، مع ان اغلب الساعات دي وقت ضايع اصلا. فكر كده وانت في الشغل، بتقعد قد ايه تفتح الايميل بتاعك، وكام ايميل من الايميلات اللي عندك بتبقى فعلا فعلا ايميلات مهمة؟ مفيش. هتلاقي على فكرة نسبة قليلة جدا، وده خلى فيه مفهوم يظهر اللي هو acting busy، يعني بتمثل ان انت مشغول، والناس بقت بتعلمها البعض وبقت مهارة ازاي تعمل نفسك مشغول في الشغل وانت مش مشغول اصلا، وازاي تعمل من نفسك ضحية العمل والتفاني في العمل وانت اصلا هربان من مراتك عشان مش عايز تقعد معاها، تقول لها ده احنا كان عندنا شغل كتير قوي، ده احنا كان عندنا مشكلة جامدة قوي في الشغل، وانت رايح تقابل واحدة او تقعد معاها على كافيه. فلا، خلينا نعترف بيننا وبين نفسنا بجد، هل احنا مشغولين ولا متشغلين؟ هل احنا مهمين عشان بنعمل شغل كويس، ولا مهمين عشان بندعي ان احنا بنعمل شغل كويس؟
كلنا عندنا نفس عدد الساعات في اليوم، ونفس عدد الأيام في الأسبوع، ونفس عدد الأسابيع في الشهر، ونفس عدد الشهور في السنة. يعني وقتنا هو هو، لكن اللي بيفرق بقى ما بين شخص وشخص هو اختار ايه عشان يقضي الوقت ده فيه، بينما الآخر اختار ايه عشان يضيع الوقت فيه. في فرق جامد قوي قوي قوي. لو فعلا تجنبنا ان احنا نضيع الوقت، هتلاقي في فرق كبير قوي حصل في حياتك. مفيش حاجات تافهة، مفيش حاجات سخيفة بتشفط وقتك الثمين اللي مش هترجع تجيبه تاني، مش هتقدر تجيبه تاني على فكرة. انا عشان يعني اشوف يعني انا بضيع وقتي في ايه، كل فترة كده خاصة لما يتغير جدول حياتي لازم اعمل دراسة صغيرة على انا وقتي بيضيع في ايه. بجيب ورقة مربعات، عارفين ورقة المربعات اللي هي نص سنتي في نص سنتي اللي كنا بنعمل عليها زمان في المدرسة؟ بجيب ورقة المربعات دي، وكل مربع من المربعات بيعبر عن نص ساعة، واكتب كل نص ساعة انا كنت بعمل ايه. ولقيت مثلا ان في وقت ممكن يضيع في الشكوى، لما حد يكلمني او انا اكلم حد ونقعد نشتكي من ظروف الحياة، اهو نشتكي من الجو. الله، طب ما الجو ما كل يوم الجو متقلب، نقعد نص ساعة نشتكي من الجو. كمان التنقلات ده برضو بياخد وقت كتير جدا. النميمة، لما نتصل بحد او نقعد في قعدة والقعدة ما فيهاش اي استفادة غير ان احنا قاعدين عمالين ننم على الاخرين. الحاجة التانية كمان ان احنا بيسموه الهابي هيلبر، اللي هو يقعد يساعد الناس اللي حواليه، وبالتالي يسيب شغله هو الاصلي عشان تبقى سمعته حلوة، عشان يساعد مدام فلانة ومدام علانة عشان يعني يتكلم شوية. الفرجة على التلفزيون في حاجات مش مفيدة، السنكحة. الكلمة دي يمكن زعلت مرة واحد لانه بيقولي سنكحة، يعني واحد سنكوح كده ملوش قيمة. انا تربيت في بيت كنا بنستخدم كلمة سنكحة معناها التسكع، يعني ننزل نتمشى في الشارع بس مفيش هدف معين، مفيش حاجة معينة عايزين نعملها، هي دي السنكحة. المماطلة، ان يكون في حاجة لازم اعملها دلوقتي، ما هو ده ضيع الوقت، واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. لما بيبقى العمل احيانا صعب مستصعبين، فنضيع الوقت بدل ما نستغل الوقت ده ان احنا ندور على طرق ازاي نسهله على نفسنا. حاجة كمان من اللي بتضيع الوقت التردد والحيرة، يا ترى اعمل ايه، يا ترى اعمل ده ولا اعمل ده ولا اعمل ده. مش مهم، ابتدي باول حاجة. احيانا بروح مرتباهم ابجديا وابتدي بالحرف الاولاني. الاخبار بتاعت الانترنت، وتلاقي مثلا موضوع مثلا معين الكل بيتكلم فيه، تقعد تسمع عمرو اديب وهو بيتكلم عنه، وبعد كده تلف تسمع الابراشي، وبعد كده تلف تسمع مش عارفة مين بيتكلم على اليوتيوب على القناة بتاعته عن الموضوع ده، وبعد كده تقرأ خبرين ثلاثة، وبعدين ترد على زميلك اللي كاتب عن الموضوع ده، وهكذا. طبعا اهم حاجة العاب الفيديو، والعاب الفيديو مش اللي بتتلعب بس اللي ولادنا بيلعبوها، ما احنا كمان على التليفونات بتاعتنا فيه جيمز، وانا نفسي بلعب جيمز على فكرة، فدي برضو مضيعة للوقت. بعملها احيانا لما بحب ان انا اديفيوز مخي ما بين حاجة استهلكت تفكير عميق قوي مني، فاروح يعني ايه مديها نفسي راحة شوية فيها. الاجتماعات، اكتشفت مثلا الاجتماعات، في اجتماعات كتيرة جدا مش ضرورية بنعملها، وخاصة في الشغل. ودي ليه؟ علشان لمجرد ان احنا نملى وقتنا، عشان تبقى الاجندة بتاعتنا مليانة من الصبح لاخر اليوم، اجتماعات اجتماعات اجتماعات. التليفون،
التدوير على الانترنت على حاجات ملهاش لازمة. يعني مثلا كنت بدور على ازاي نعمل عرق سوس، بقالي كتير قوي قوي ما عملش عرق سوس، وفعلا مش قادرة افتكر عندي شوية البودرة دي قدامي اعمل بيها ايه. مش هتفرج على فيديو واحد وخلاص عرفت، لا قعدت اتفرجت على 10 فيديوهات ليه، وكلهم في الاخر نفس الطريقة، وكلهم في الاخر عملوا نفس الحاجة. ليه؟ للأسف للأسف يعني من التحليل اللي انا عملته بيضيع وقتي في ايه، اكتشفت ان انا ياه انا عندي وقت اهو بيضيع، مع ان انا بحاول استغل وقتي كويس جدا جدا وبعمل حاجات كتيرة قوي في وقتي، بس ايه ده كل ده برضو وقت بيضيع. لا 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 لا، حاجة وحشة جدا جدا. وقررت ان انا يعني ايه احاول اشوف واعيش حياتي بقى نص ساعة بنص ساعة، اعمل شوية اعمال كده اللي هي مفيدة بس في نفس الوقت ممتعة، وافتكر بقى حاجات. يعني مثلا ايه، ارسم، ادي لنفسي وقت محدد واظبط المنبه عشان ما اقعدش على السوشيال ميديا والفيسبوك والانستجرام والحاجات دي واقعد انسى نفسي. اول ما المنبه يرن اوبس خلاص قفل، خلص الموضوع. ومثلا القراية، بدل ما كنت اقرا فترة طويلة مثلا ساعة الصبح او ساعتين اكتر كمان الصبح، لا اقسمها على مدار اليوم عشان الاقي حاجة اعملها مفيدة برضو بس تفصل الانشطة اللي محتاجة وقت ومجهود عن بعض. الحاجة التانية كمان، ابتديت اسهل حاجات معينة. يعني مثلا في ناس ممكن تعتبر ان الوقت اللي بتقضيه في الطبخ ده وقت مش ضايع، انا بالنسبة لي فكرت انه لا ده ممكن يقل، ازاي ممكن اقلل الوقت اللي ممكن اقضيه في المطبخ؟ لا اقل من كده. ازاي اقلل الوقت اللي بقضيه في التنظيف؟ لا اقل من كده. فاكتشفت ان لما الواحد يعمل اعمال صغيرة لكن دائمة كل يوم كل يوم كل يوم، البيت مش هيصل لمرحلة وحشة قوي 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 فيبقى السيطرة عليه صعب. كمان الاعمال دي بتديني فرصة ان انا اسيب الحاجة اللي انا بعملها وكانت واخدة مني وقت ومجهود جامد قوي 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 عشان اروح ارتب مثلا حتة صغيرة في البيت، فيبقى فصلت مخي شوية ما بين الاعمال اللي هي محتاجة تفكير. افتكرت الهوايات اللي انا كنت نسيتها، في هوايات حلوة قوي. حتى الشباب زمان كانوا الشباب اللي هم من سننا كانوا بيروحوا الجوالة ويتعلموا ازاي يربطوا حاجات معينة، ازاي يصلحوا حاجات في البيت. دلوقتي اي شاب من الشباب دول تعالى كده لو جيت وطلبت منك انك تروح تصلح الحنفية، هتعرف تمسك المفتاح الانجليزي وتلف الصامولة بتاعتها وتغير الحنفية؟ مش هتعرف. بترسم؟ هتعرف ترسم؟ هتعرف تعمل حاجة بالاركات؟ هتعرف تعمل حاجة بالخيط؟ هتعرف تعمل في حاجات كتيرة قوي 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 غير الفيديو جيمز. الفيديو جيمز انت بتعملها عشان سهلة بالنسبة لك، مش محتاجة مجهود، بتديك احساس زائف بالانجاز. وختاما، يا الله نعرف ان حياتنا فصول ومواسم، فالهمنا الحكمة يا رب عشان نعرف امتى نزرع عشان نحصد، واجعلنا نستقبل ايامنا كل يوم نستقبله بسلام وبأمل وبتفاؤل، مش بفكر ازاي هضيعه وضيع وقته. امنحنا القوة علشان نتعامل مع كل اللي هيجي في طريقنا بإيمان راسخ في عونك وحولك وقوتك. اللهم كلل كل أعمالنا بالنجاح،
وغلف كلامنا بالثقة، بالعقل، بالرزانة، بالرحمة، بالمشاعر الطيبة. اللهم كن في عضدنا عندما ترمينا الأيام بالنزائل وما هو غير متوقع. اللهم امنحنا القوة الجسدية والعقلية والنفسية علشان نستحمل إرهاق العمل وعناء الكدح. اللهم آمين. أرجو أن أنتم تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. اتكلمت عن موضوع ناس كتير قوي 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 بتتكلم عنه، تضييع الوقت واستغلال الوقت. وديننا وجميع الأديان على فكرة حرصت ان هي تنبه الناس لأهمية الوقت، وان الوقت اللي بيضيع ده مش ممكن هنعرف نرجعه تاني، وان الفرص اللي بتعدي في حياتنا اللي محتاجة وقت عشان نستغلها احيانا ما بترجعش تاني. وللأسف اكتر ناس عرضة لتضييع الوقت هم الشباب، واكتر ناس بيتحسروا على الوقت اللي ضاع هم الكبار والمسنين، لان كل واحد فينا للأسف ما بيتعلمش من اخطاء الاخرين. كل واحد فاكر ان هو وضعه احسن. لا، انا لسه قدامي، لا انا لسه قدامي حياة طويلة، وتعدي السنين سنة ورا سنة سنة ورا سنة، والواحد يحس في اخر ايامه ان عمره ضاع. ده احساس وحش قوي قوي قوي. ياريت تكتبوا لي تحت في التعليقات ايه الحاجات اللي بتضيع وقتكم، وازاي بتتغلبوا عليها، وازاي بتشجعوا الشباب الصغيرين، او لو انتم شباب صغيرين قولولي يا ترى احساسكم ايه بالوقت، وهل حاسين ان هو مهم وبتقضوه في ايه. اشوفكم بكرة ان شاء الله.